صباح الخير، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم إن شاء الله طبعا هنبدأ. طبعا أنا بدأت أسجل الفيديو فالناس تسمع، عشان خاطر أنا بدأت أسجل الفيديو وأقفل الصوت عشان الناس نلحق. طبعا دي المحاضرة الأخيرة لازم نسجلها فالناس تركز معايا. تمام، إحنا النهاردة هناخد الآتي. مفروض النهاردة هنشرح حاجة فاضلة. إحنا خدنا في المحاضرات اللي فاتت كل انواع الايه ال ماشي عبد الرحمن، اوكي خلاص. خدنا المره اللي فاتت انواع الوان كلها، كل شبكات الوان، الانواع الثلاثه منها الليز لاين، خلاص التوصيلات او الربط، الماده بتاعت ربط الشبكات، طرق الربط. الليز لاين او الربط المخصص ده توصيل بناء على النقطه لنقطه، ان احنا قلنا زي ايه، زي شبكات الانترنت والحاجات دي، نقطه لنقطه، او شبكات اللي بتوصل خط مؤجر من نقطه لنقطه مباشره، مفيش حاجه في النص، ده اسمه الليزد لاين او الخط المؤجر، او كده اتكلمنا عليهم. بعدين اتكلمنا على السيركت سويتشنج، السويتشنج سيركت او كده يعني، اللي هو تحويل الدوائر. ده قلنا اللي بيستخدم فيه تحويل دوائر من دوائر لدوائر، وده استخدموه زمان وكان موجود فتره كبيره في خطوط التليفون بالذات او البنيه التحتيه يعني. ده بيحول من دايره لدايره، وكان بيستخدم الدايل اب وبيستخدم اس دي ان بنوعين الاثنين. بعدين اتكلمنا على الباكت سويتشنج او سويتشنج باكت، يعني تحويل الحزم. قلنا ده اعتمدوا فيه على ان هم الخطوط بدل ما يعملوا خط مؤجر واتصال مباشر من راوتر لراوتر زي كده، لا يبقى في النص في كذا خط، الخطوط دي كلها تبقى موزعه على الشركات، والحزم بتمشي فيها، مش هيبقى خط تليفون بس، حزم بتمشي في كل البتاع، بتستخدم لكله لحد ما توصل للنقطة الثانية، فسموه تحويل الحزم. وده طلع منه الـ X25، وطلع منه الـ ATM، وطلع منه الفريم ريلي، وطبعا آخر حاجة تطور الـ DSL، وده يعتبر اتكلمنا عليه يعني خليط بين الاثنين بين كله خلاص، وده اتكلمنا عليه بالتفصيل. النهاردة آخر حاجة هنتكلم عليها، آخر محاضرة، لو هي حاجة اسمها الانكابسوليشن، عملية التغليف في الشبكات الوان، التضمين في عملية الوان. يعني ايه تضمين؟ احنا اتخدتوا قبل كده الطبقات، فاكرين؟ عملية الطبقات يا شباب شرحت لكم مليون مرة، العملية اللي بيتم فيها لما جهاز كمبيوتر يبعت رسالة لجهاز كمبيوتر في دولة تانية، ده المرسل وده المستقبل. المفروض جوه جهاز الكمبيوتر الطبقات دي موجودة. ايه ده؟ جوه جهاز الكمبيوتر، الكمبيوتر نفسه بيحول الرساله للطبقات. انت خدتوها بالابلكيشن برزنتيشن لحد ما توصل للنتورك، النتورك يعملها حزم، بعد كده الحزم تبقى فريمات، بعدين الفريمات 0 و1 وتمشي في السويتش، بعدين السويتش برضو يحولها بس لطبقتين بس، بعدين الراوتر 3 طبقات، بعدين تروح هناك 3 طبقات، بعدين 6 طبقات، بعدين تيجي للكمبيوتر يحولها تاني للايه، يعمل عمليه اسمها انكابسوليشن، اعاده التغليف، فك التغليف يعني. يعني دي عمليه التغليف الانكابسوليشن، ودي فك التغليف. طيب خدتوا العمليه دي كل يعني الطبقات دي درستوها مليون مره، وشرحتوا ال7 طبقات اللي بتتم جوه الكمبيوتر ده، والطبقات اللي بتتم في العكس في الكمبيوتر التاني. الموضوع ده السبعه دول قلنا بيتم فين؟ في الكمبيوترات. طيب الموضوع التغليف ده واعاده التغليف، انكابسوليشن ودي كابسوليشن، اللي هو الارسال، الارسال والسبل، كل حاجه وعكسها. العمليه دي مين المسؤول عنها؟ مين الحاجه اللي مسؤول عنها؟ مين اللي بيعملها جوه الكمبيوتر؟ جوه الكمبيوتر بروتوكولات كتير بتختلف، بس يعني اشهرهم اس اس ال بروتوكول. في الوان بقى، في الوان عمليه التضمين في الوان، لو اتكلمنا في الوان، فالوان يعني اجهزه الراوتر مثلا. الراوتر ما بيتمش فيه السبعه، الراوتر بيشتغل لحد الطبقه الايه؟ التالتة. ايه ده؟ يعني ال7 طبقات دول بيبقوا جوه الايه؟ جوه الكمبيوتر، بيتم جوه الكمبيوتر لحد ما يطلع، تطلع من الكابل او التحويل يوصل للفيزيكال 0 1 او 0 1، تروح للراوتر. الراوتر ما بيحولها تاني، لان الراوتر هنفهم لما نيجي نراجع حتى المراجعة الشامل، هنراجع الجزء ده عشان تفهموه. الراوتر بيفهم اي بيهات، بيتعامل مع اي بيهات، والاي بيهات جوه الحزم، والحزم في الطبقه الايه الثالثه في النتورك اللي مسؤول عنها اللي بيعملها. عشان كده الراوتر بيحول البيانات اللي جايه له 0 1 دي في الكابل الى
الطبقة الثالثة، بعدين يرجع يحول بعد ما يعرف الاي بي والبيانات اللي في الطبقة الثالثة الباكت، يحصل على الحزم ويشوف البيانات، يرجع يحولها تاني لفريمات تاني، يعمل فريم تاني وبعدين فيزيكال تاني ويرجعها وتمشي لحد ما تقابل راوتر تاني وهكذا. يعني الراوترات يا شباب ما مش يعني السبع طبقات دول بيشتغلوا في الكمبيوتر، الكمبيوتر هو اللي بيشتغل في السبع طبقات، الكمبيوتر هو اللي بيحول من الابلكيشن لحد الفيزيكال، لكن الراوتر لا ما بيحولش الايه العمليه كلها، الراوتر بيعمل بس لحد الايه النتورك وبعدين يحولهم تاني، ان هو عايز بس لحد النتورك يحول، يعني يشوف الحزم عشان فيها الاي بي، الحزم هي اللي بتبقى فيها رقم الاي بي بتاعه، هو بيتعامل مع اي بيات بعدين رجعها تاني. حلو، فبناء عليه الراوتر هو اللي بيعمل العمليه دي. طيب الفكره ان بدل بيحول الطبقه الثالثه مش عايز بقى الرابعه خلاص، يبقى العمليه بتتم او البروتوكول او العمليه المسؤوله هنا في الكمبيوتر، احنا قايلين في برامج او يعني بروتوكولات كتير هي المسؤوله عن عمليه الكابسوليشن والديكابسوليشن اللي بتعمل العمليه، فالراوتر بقى اللي بيعمل العمليه دي بروتوكولين او ثلاثة بالظبط، بس هو اللي انتوا عارفينه اثنين بس، خلينا نقول ثلاثة مرة واحدة ايه ده هما ثلاثة، خلينا نقول الاثنين اللي عليكم وبعدين الثالثة نذكره كده. اللي بيعمل عملية التضمين الانكابسوليشن بالانجليزي اسمها كابسوليشن لحد الطبقة النتورك بدل هتعمل النتورك خلاص، البروتوكولين اثنين تمام، ويختلف حسب نقول يعني اللي بيعمل عمليه هنا في الراوتر، في الراوترات، في اجهزه الوان بالذات الراوترات طبعا، في عمليه الوان ان الوان بيشتغل لحد يعني انت وان يعني راوتر يعني لحد الثالثه ويرجع لحد الثالثه ويرجع، اللي بيعمل الكلام ده بروتوكولين، والبروتوكولين بيشتغلوا في الطبقه الثانيه، واحد يقول لي مش لسه قايل الثالثه، الراوتر بيوصل لحد الثالثه بعد مش بيوصل للرابعه، فانت محتاج بروتوكول يقدر يحول الفريمات لحزم وبعدين الحزم لفريمات تاني، يعني بيشتغل في التاني. فالبروتوكولات اللي انا هقولها دي اللي هي في الوان بتشتغل في الطبقة التانية، يعني هي وظيفتها لحد التانية، بتحول لحد التانية، بتعمل الكامسوشن لحد التانية، يعني بتوصل التانية وتعمل التالتة فهي بتشتغل في التانية، فاهمين؟ يعني هي بتحول من التانية فبتحول فتوصل التالتة، مش هتحول اللي بعد كده خلاص، لكن الراوتر نفسه بيشتغل لحد الثالثه لان هو بيتحول له يعني بتاع نفسه بيتحول له بيجي له. مين بقى البروتوكولين اللي بيعملوا عمليه الانكابسوليشن والديكابسوليشن في الراوترات او في اجهزه الوان؟ هو الراوترات يعني لحد الطبقه الثالثه بروتوكولين بس، او في واحد ثالث هنقول عليه دلوقتي اسمه سلاب SLAB، بس ده هنقول بيستخدم امتى، بس الاشهر اثنين هم بروتوكولين، هم بروتوكول اسمه HDLC عشان نشوف الصورة، بروتوكول اسمه HDLC خلاص، والبروتوكول طبعا لو في صورة واضحة هنا بس في صورة واضحة خلينا نشوف اللي هنا خلاص، بروتوكول اسمه HDLC وبروتوكول اسمه BBB ثلاث بيبات. ايه ده؟ طب انهي واحد اللي بيعمل العملية؟ مين ده؟ ده بيعمل امتى وده بيعمل امتى؟ ده البروتوكول ده بيعمل امتى وده بيعمل امتى؟ تمام، صورة هنا هي دي. بصوا يا شباب بروتوكول اسمه HDLC ده اللي بيعمل عملية التضمين او الانكابسوليشن، بنسموها الانكابسوليشن خلاص، ما بين راوتر وراوتر وان يعني في شبكة الوان اللي هي لحد التالتة وبعدين يرجع تاني وبعدين تمشي لحد التالتة ويرجع تاني. في بروتوكول تاني اسمه BBB اسمه كده BBB خلاص، ده برضو اللي بيعمل بين الراوترين. حلو، بس ايه الفرق بقى؟ ال HDLC ده لما تكون بتستخدم راوترين سيسكو، لان البروتوكول ده او البروتوكول المسؤول عن عمليه الكابسوليشن التحويل دي اللي هو ال HDLC ده عامله شركه سيسكو، شركه سيسكو اللي عامله، فلو انت هتستخدم في الشبكه راوترين سيسكو، يعني هنا راوتر سيسكو وهنا راوتر سيسكو، دول سيسكو الاثنين خلاص، يبقى العمليه هتتم بينهم، عمليه التحويل اللي هتتم بينهم هم الاثنين HDLC عمليه قصدي مسؤول عنها بروتوكول HDLC، يعني عمليه الانكابسوليشن اللي هي التغليف وفك التغليف في الطبقات الثلاثه دول الثالثه اللي قلنا عليه اللي هيعملها ال HDLC، يعني HDLC ده بيتم تشغيله او بيشتغل لما تكون موصل راوترين سيسكو، لكن لو موصل راوتر سيسكو براوتر تاني يعني واحد من الاثنين دول
سيسكو والتاني واحد حاجة تانية، يا شركة تانية سيريكوم، ايه ده، في في انواع روبوتات تانية غير سيسكو. فانت لو موصل ده سيسكو هنا سيسكو وهنا واحد تاني، فبتستخدم بروتوكول اسمه البي بي بي. في بروتوكول اسمه اس ال اي بي مش مذكور هنا، ده امتى؟ الاس ال بي ده خلاص بيستخدموه في حالة ان انت هتستخدم روترات ما فيهاش سيسكو اصلا، اي روترين باجهزة تانية. واحد يقول لي يعني البي بي ده برضو ما بيستخدموش في اجهزة تانية؟ البي بي لو الجهازين هنا مش سيسكو، او الجهاز واحد سيسكو واحد عادي خلاص. لكن السلاب ده ما ينفعش يستخدم لو في واحد سيسكو. ايه ده مش فاهمك. بص باختصار، انا مش مذكور هنا السلاب بس انا بحاول اوضح لكم، في واحد اسمه اس ال اي بي، هم ثلاث في التضمين في عملية التحويل في الطبقات في الراوترات، يعني عملية التغليف وفك التغليف الانكابسوليشن اللي انا بقولها دي. لما بتكون هنا سيسكو وهنا سيسكو، عشان اوضحها لكم بالصورة البسيطة، هنا سيسكو وهنا سيسكو خلاص، هتستخدم اتش دي ال سي. ده ماله؟ ده بتاع سيسكو، سيسكو هي اللي عاملاه. هنقول ليه ايه الفرق بينه وبين ده دلوقتي، بس ليه عاملاه؟ لما بتبقى الاثنين راوتر سيسكو، لكن لو التوصيله هنا سيسكو وهنا واحد اي شركه تانية، او العكس واحد هنا مثلا سيسكو، يعني في واحد من الاثنين دول سيسكو والتاني اي حاجه، فبتستخدم البي بي بي. طيب لو الاثنين اي حاجه خلاص، لو الاثنين اي حاجه، لو الاثنين اي حاجه ممكن تستخدم البي بي بي او الاس ال اي بي. بس الاس ال بي ده ما ينفعش يجي لو في راوتر سيسكو ايا كان، يعني لو هنا راوتر سيسكو وهنا مش سيسكو ما ينفعش، لازم دي بي بي. ما ينفعش تستخدم ال دي سي اتش تي سي ده لو الاثنين سيسكو، البي بي بي لو في واحد سيسكو، وممكن يستخدم في اي حاجه ثانيه غير سيسكو برضه. يعني ده ممكن يستخدم في اثنين مش سيسكو، بس لو في واحد سيسكو يبقى والتاني حاجه ثانيه يبقى بي 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 خلاص تمام. فده الثلاث بروتوكولات، ال اتش دي ال سي والبي بي بي بي، واللي مش عندكم اللي مش مذكور لكم الاس ال اي بي خلاص، اللي هو لو جهازين ما فيهمش سيسكو خالص. يعني الاس ال بي ده بتستخدم في الحاله الوحيده اللي ما فيش سيسكو خالص، لكن لو في جهاز سيسكو في جهاز غير سيسكو خلاص لازم البي بي بي خلاص. البي بي ده كمان بيستخدم في جهازين مش سيسكو برضه، افضل من السلاب على فكره، يعني هو الاكثر شيوعا لو انت مش هتستخدم ده. الافضل ده ايه؟ ده ال HDLC اداؤه افضل من ال BBB. بس ده معمول عشان اللي انا قلته دلوقتي، لان ده مش بتاع شركه سيسكو، ده بتاع كله، ده اللي عاملاه كل الشركات، البروتوكول اللي بيعمل عمليه التغليف وفك التغليف لكل الشركات. فلما بتستخدم جهاز راوتر سيسكو وجهاز حاجه تانية هتستخدم ده، لكن لو هتستخدم سيسكو سيسكو فسيسكو بتعمل ليها نظام خاص بيها اسمه HDLC. ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق؟ ركزوا معايا. الفرق بين الاثنين كالاتي، ال HDLC ده خلاص وسيسكو بتاع سيسكو، ال HDLC ما بيحتاجش باسوردات. يعني ايه؟ لو وصلت راوترين ببعض خلاص تمام. فين الفروقات؟ الفروقات 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 المفروض يجيب الفروق هنا، كان في هنا بصوا يا شباب. طبعا لو استخدمت، عشان اوضح لكم الصوره، امتى بستخدم ده؟ قلت لما بستخدم ده ال HDLC دوت بيستخدم في حاله ان انت هتستخدم راوترين سيسكو. طب اشمعنى سيسكو عامله ليها هي؟ عشان خاطر عشان خاطر HDLC ده بتاع عامله سيسكو، يستخدم في جهازين سيسكو لان في شويه حاجات مش مهمه. ايوه، اول حاجه مهمه خلاص، اول حاجه ان هو ما بيحتاجش اوثنتيكيشن، ما بيحتاجش باسورد. يعني ايه؟ حضرتك لو عملت ربط ما بين الراوتر ده والراوتر ده زي ما انتوا عملتوا في الباكت تريسر، انت عملت ربط بالامر الاي بي كونفيجريشن والاي بي كونفيجريشن، عرفوا بعض على طول. لو الراوترين دول انت عملتهم في الباكت تريسر عشان سيسكو، لكن لو واحد سيسكو واحد حاجه تانية او اي جهازين تانيين او راوترين غير بعض يعني غير دول، لازم بتحط هنا حاجه اسمها يوزر نيم وباسورد، وهنا يوزر نيم وباسورد ومتوافقين. ايه ده؟ لازم هنا يوزر نيم وباسورد وهنا يوزر نيم وباسورد خلاص، الاثنين يبقوا زي بعض.
انتوا لما عملتوه حتى في الباكت تريسر عملت الاي بي كونفيجريشن بتاع لما تيجي تعرف ده على ده ما بتحتاجش تحط باسورد هنا وفي المنفذ ده وباسورد في المنفذ ده، يوزر نيم وباسورد هنا وباسورد ده، ما بتحتاجش، بيتعرفوا على بعض على طول لما بتعمل الامر. ليه؟ لانهم كانوا سيسكو راوترين سيسكو في الباكت تريسر اللي كنت بتعمله. لكن لو هتستخدم واحد سيسكو واحد غير سيسكو، فاللي هيشتغل مين؟ البي بي 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 ده. ده بقى عشان الاثنين يتعرفوا على بعض مش لازم تعمل بس الكونفيجريشن، انت حضرتك لازم غصب عنك تحط اي بي يوزر نيم وباسورد، يوزر نيم باسورد، لازم تعمل حاجه اسمها اوثنتيكيشن، لازم الراوترين دول يبقى فيهم يوزر نيم باسورد، الاثنين عارفين بعض باليوزر نيم باسورد لازم خلاص. لكن الثاني ما فيهوش ال اتش دي ال سي خلاص، لازم فيه، مش لازم فيه سوري، ليه؟ بتاع سيسكو، انا جايب راوترين سيسكو فموثوق فيهم اربطهم ببعض. لكن لو جهازين مش واحد فيهم سيسكو واحد تاني، فلازم ايه؟ البي بي بي اللي هو بيستخدم حاجه اسمها توثيق وهنتكلم عليه بعد شويه، يوزر نيم باسورد خلاص. هنا برضو مش محتاج بروتوكولات عشان تشفر البيانات والحاجات دي كلها، لكن لما هتربط جهازين فيهم واحد مش سيسكو هستخدم البي بي بي عشان ده بيحتاج بروتوكول للتشفير والباسورد والحاجات دي كلها خلاص. هنا ما بيستخدمهوش دوت غير في البوينت تو بوينت. ايه ده مالتي باكسنج ده؟ يعني لو انت هتوصل بوينت بواحد يقول لي طب معلش البروتوكول الثاني، البروتوكول الثاني ده بيستخدموه لو هتوصل 10 راوترات موصلين ببعض مش بنقطه لنقطه مباشره، لا انت عامل اتصال من مكان لمكان او كذا راوتر ببعض. تمام. طيب ده ما بيبقاش فيه فحص للايرورات، يعني الاتصال البيانات لما بتروح هنا وهنا مفيش حاجه اسمها فحص الاتصال، عمليه فحص في الانكابسوليشن في التغليف وفك التغليف. ليه؟ هو واثق في بياناته، انا هنا سيسكو هنا سيسكو انا واثق. لكن هنا البي بي بي ده بيبقى فيه فحص، بيشوف الايرورات هل في بيانات ناقصه ولا مفيش بيانات ناقصه. تمام. ده كفاءته في الاداء، ايه ده؟ سرعته في التحويل خلاص عاليه، فمش محتاج حاجه اسمها تشيك كواليتي كفاءه. ليه؟ الاثنين راوترين ده بيستخدم في راوترين سيسكو، انا عارف ان كفاءه بياناتي اسرع فده سرعته في النقل اسرع، فمش محتاج يفحص كفاءه والجوده بتاعه البيانات عشان كده اداؤه اسرع بيسرع. ده لازم يعمل الاول بروتوكول اسمه الاس بي بي، ده فحص وجوده للبيانات، هل البيانات سليمه ولا لا، غير فحص الاخطاء، لا في كمان فحص لجودتها، حاجه اسمها جوده الاتصال بالبيانات. عشان كده لما بتوصل راوترين سيسكو بيستخدم في عمليه التغليف وفك التغليف الانكابسوليشن والديكابسوليشن الدي اتش دي ال سي، لانه ما فيهوش باسورد، ما فيهوش ولا بروتوكولات ولا في البيانات رايحه جايه مباشره كده، فاسرع في الاداء. ده ابطا بس موثوق فيه اكتر. ايه ده يعني مش موثوق فيه؟ قصدي مش موثوق فيه، ما ده موثوق فيه لان بتستخدمه في حاله الراوترات السيسكو، لكن ده بتستخدمه عشان فيه ادوات حمايه اكتر، يعني باسورد يوزر نيم وحاجات، عشان انت بتستخدمه في حاله راوترين واحد منهم مش سيسكو بتوصلين ببعض. حلو. طيب دي اول حاجه لازم نعرفها، يعني ايه الفرق بين بي 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 الكابسوليشن، عمليه الانكابسوليشن بتاعه الوان الاي دي اتش دي ال سي دي بتستخدم انت، والبي بي ده بيستخدم. طيب احنا قلنا البي بي بيستخدم فيه باسورد هنا وباسورد هنا، يوزر نيم باسورد. طيب ده لا خلاص. طيب اليوزر نيم والباسورد دول عشان تعملهم فيه برضه حالتين، ايه ده؟ البي بي في طريقتين، في بروتوكولين هم المسؤولين عنه، حاجه اسمها باب وحاجه اسمها تشاب. يعني في بروتوكولين للتوثيق اسمهم الصداقيه اللي بتحط على اساسهم يوزر نيم باسورد. ايه هم بقى؟ الفرق بينهم؟ تعالوا نشوف الفرق بين باب وشاب ده، والاثنين بيستخدموا في البي بي بي، يعني الاتش دي ال سي ما فيهوش توثيق. فلو اتسالت سؤال الاثنين دول موجودين فين في بروتوكول البي بي بي، اول حاجه ايه الفرق بينهم؟ ايه الباب والشاب؟ بص يا شباب، الباب باختصار طبعا الراوتر كده كده كل الراوترات دي واحد منهم مش سيسكو، ليه؟ اهو نستخدم البي بي، البي بي بي ده بيستخدمه في عمليه الانكابسوليشن، عمليه التغليف وفك التغليف. بس انا بتكلم دلوقتي باب وشاب دول دي عمليه الباسورد، يعني الباسورد اللي ما بين دي حاجه ودي حاجه، ده البروتوكولات المسؤوله عن التوثيق، عمليه التوثيق، الباسورد ما بين ده وما بين ده عشان هم اصلا يتصلوا ببعض. ده بروتوكول بيستخدم في كده وده بروتوكولات. واللي على فكره الباب والشاب دول مش بيستخدموا في البي بي بس، دول بيستخدموا في عمل في الكمبيوترات وفي كل حاجه، عمليه التوثيق ما بين الاثنين دي بروتوكولات توثيق
خلاص مش بروتوكولات، بص ملهاش دعوه بقى ان هي ان انا بتكلم على البي بي بي، البي بي بي بيستخدمهم انه عايز توثيق، عايز عمليه توثيق، عايز عمليه يتحط فيها باسورد هنا ويوزر نيم هنا وباسورد هنا. يعني ممكن دول خلاص يستخدموا ما بين كمبيوتر وسيرفر على فكره، وهوريكم دلوقتي ممكن ده برضو يستخدم بكمبيوتر وسيرفر. دي التوثيق خلاص ملهاش دعوه بالايه بالبروتوكول التغليف، ده بروتوكول التغليف بي 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 ده اللي بيغلف ما بين الراوترات بس، بس لازم راوتر سيسكو والتاني مش سيسكو عشان بقى يحصل اتصال بينهم، لان زي ما قلت ده بتستخدم ده، فده يحتاج ان الاثنين يعملوا، فهتستخدم واحد من دول في عمليه التوثيق ان انت تحط الباسورد. ايه بقى الفرق بينهم؟ باب ده خلاص عمليه التوثيق فيه مش في الراوترات بس عامه، زي ما قلت كده هو طريقته كده بيعتمد على حاجه اسمها طريقتين، مش 3 هاند تشيك بيسموها كده، لا طريقتين اسلوبين. ايه ده؟ لو حب جهاز راوتر يتصل براوتر كمبيوتر اي يعني زي ما قلت ده بيستخدم، الفكره ان ده بيبعت ده على طول بيعمل بيحط يعني بيبقى ده بيحط على طول اليوزر نيم والباسورد، بيبعت على طول يوزر نيم باسورد. يعني لو ده مثلا كمبيوتر وسيرفر فبيحط اليوزر نيم باسورد، فايه اللي يحصل؟ ده يقول له اه صح ويبعت له البيانات، لا اما اه غلط وما يبعتوش البيانات. كمثال كده هقولها لكم، الباب ده طبعا بروتوكول باب ده بيستخدم زي حضرتك دخل على موقع، فموقع انترنت فبتكتب اليوزر نيم باسورد بتاعك، فالموقع يفتح يرد عليك ويفتح لك الصفحه بتاعتك. اه الباب ده كده ايه ده بيستخدم في في نظام التغليف بتاع البي بي بي، وبيستخدم في حاجات كتير الكمبيوتر والسيرفر المواقع عادي. يعني ده بروتوكول توثيق بيستخدم في كذا حاجه، بس احنا بنستخدمه دلوقتي عشان احنا محتاجين طريقه نحط فيها باسورد هنا وباسورد هنا ويوزر نيم. بس يعني هو عامل ازاي ده؟ ده خطوتين، انا هنا عايز اتصل اعتبر ده كمبيوتر بس هو الراوترات اتصال بالراوترات بيحصل كده برضه، هتحط اليوزر نيم باسورد هنا اهو فهيتصل لو هو صح، لو هنا الباسورد يعني انا حطيت الباسورد اليوزر نيم بتاع المنفذ ده لو صح هيقول لي صح يديني البيانات، لو غلط هيقول لك غلط. زي ما حضرتك بتفتح موقع تحط اليوزر نيم باسورد يرد عليك الموقع صح يفتح لك بيانات، لا اما غلط ويقول لك عيد كتابه اليوزر نيم باسورد. فالباب ده كده نظام المصادقه او التوثيق بتاع الباب كده، وده مش كويس. ايه ده مش كويس؟ اه بيستخدم في حاجات البسيطه اللي هي، لكن تشاب، تشاب ده اختصار تشالنج اوثنتيكيشن مش عارف ايه، التشاب ده اصعب شويه اقوى شويه. ايه التشاب ده بقى؟ التشاب ده يا شباب كالاتي، انا اهو حضرتك مش هتشوفوها هنا اعمل لها بالطريقه دي، خليها بالله هنا. انا في البدايه اهو هبعت اليوزر نيم والباسورد، يعني انا هعمل هنا زي كده هبعت اليوزر نيم والباسورد. طب لما اعمل يوزر نيم باسورد اللي هنا ده مش هيفتح لي البيانات على طول، امال ايه؟ هيبعت لي حاجه اسمها تشالنج اوثنتيكيشن اللي هو بنسميه احنا مثلا في مجالنا احنا اوثنتيكيشن كود. كود لو انا حاطط لو الكود ده متوافق معايا يعني بتاعي اللي هو طلع لي اروح حاطه تاني حاجه كده بالظبط بكل بساطه. اه التشاب ده هو اللي بنستخدمه بقى في الايه في الحاجات المهمه زي البنك زي البنوك، هو ده بالظبط. انا حطيت اليوزر نيم باسورد على السيرفر بتاع ابشر ولا بتاع هيفتح لي البيانات على طول؟ لا هيبعت لي كمان التشالنج حاجه اسمها التشالنج كود اللي هو الاوثنتيكيشن كود الرقم الرمز اللي انت بتحطه ده، لو الرمز ده حطيته انا صح يفتح لي بقى البيانات. ده معتمد على ثلاث خطوات، خطوة فيها اسمها تشالنج كود لازم تحط الرقم ده. طبعا هما بيعملوها بين الراوتر ازاي؟ اه الراوترات كده كده وانا مظبطها فيها تشالنج. ليه؟ لو انا حطيت الباسورد يوزر نيم انا ده الراوتر اللي هنا مش هديك البيانات على طول، انا لازم اتاكد انت الشخص ده اللي حصل على الباسورد واليوزر نيم هو فعلا ده الصح ولا واحد حرامي حط اليوزر نيم باسورد وعرف الباسورد واليوزر نيم وماشيين، فببعت لك تاني التشالنج كود ده. لو انت فعلا تشالنج كود بتاعك ده متوافق مع اللي انا اديته لك ايه اللي يحصل؟ ابعت لك البيانات. تمام؟ دي الفرق بين باب وباب، او احط اليوزر نيم باسورد يفتح لي البيانات، لكن الثاني الشاب ده لا انا هطلب منك اليوزر احط لك اليوزر نيم باسورد هبعت لك كود اوثنتيكيشن كود تحطه لي تمام اطلع لك البيانات تمام هديك البيانات. ده الفرق بين باب وشاب، فرق بين باب وشاب خلاص، فرق بين ده وبين ده تمام.
تمام. طيب البروتوكولين دول طريقة تنفيذهم ازاي؟ ده مهم قوي. طبعا هناخدهم دلوقتي حتى في واحنا بنحدد وقت التحديد، بس عشان اوريهم او ممكن نبقى نشوفهم في التحديد. استنى ممكن اجي هنا. انا فاتح هنا الكمبيوتر. دول اخر واحد تقريبا. طريقه تنفيذهم هنا على الراوترات. طبعا زي ما قلنا الشاب والباب دول بيستخدموا في الاتش دي ال سي، لو في الاتش في الباب البي بي بي في البروتوكول البي بي بي خلاص. لكن لو انت هتستخدم اتش دي ال سي لما بيبقى في راوترين سيسكو، لما يبقوا في راوترين سيسكو. هنا مثلا اهو البي بي بي دوت طريقه وضع ال زي ما انتوا درستوا لما تيجي توصل راوترين هتخش. الفرق بس الوحيد حضرتك رب عليهم هنا اهو، هو طبعا هنا الفرح الفرق بين الباب والجاب خلاص. اهو في حاجه اسمها تشانل زي ما قلت، ثلاث خطوات مش خطوتين بس، مش احط الباسورد ويطلع. لا الصيد تنفيذهم ازاي؟ احط ده او احط ده اهو. بتيجي على الراوتر هتخش على الكونفيجريشن تيرمينال زي ما انتوا درستوا على وضع الكونفيجريشن، وانت على وضع الكونفيجريشن هتخش على المنفذ اللي انت عايز تعمل فيه الشاب ده او الباب ايا كان. هتقول له انكابسوليشن بي بي بي. طبعا لو عملت انكابسوليشن بي 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 هيسالك هيطلب منك بعد كده عمليه الانكابسوليشن دي خلاص. هتختار انهي فيهم، ده ولا ده؟ يعني الكابسوليشن انت هتستخدمه دي، هتختار ده ولا ده؟ هتستخدم اللي هو الباب ولا الشاب؟ طبعا دي بتبقى في مرحله ثانيه بعد. انا دلوقتي عملت البي بي عشان اوضح له، خد بالك انا عملت هنا، ركزوا معايا في الحته دي. هنا عمل الحته دي عشان يوضح لك ان الراوترين اللي متوصلين ببعض مش سيسكو. لو سيسكو هتكتب اتش دي ال سي هنا، يعني الانكابسوليشن هيتم. طيب عمليه بقى الاوثنتيكيشن نفسه اللي هي الموثوقيه نفس الكلام، هتضيف بس بعد ما تعمل اوثنتيكيشن وتحط الاوثنتيكيشن النوع، هتستخدم النوع تشاب ولا باب. طبعا ده هو جايبها في درس لوحده في الرابع تقريبا حوار التوثيق ده. لا ده بتاع الفريم اللي هو هنا، ما مش عارف اجيبها منين، بس هو في نفس الكلام هتعمل بس الاوثنتيكيشن، تكتب له كده البي بي بي، بعد كده تكتب اوثنتيكيشن امر اوثنتيكيشن خلاص. عمليه الاوثنتيكيشن ايوه بي 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 اوثنتيكيشن تشاب او بي 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 اوثنتيكيشن باب، يعني هتضيف بس جنب الامر هنا. ايه ده؟ واحد يقول لي طب معلش انا كتبت الامر كده. لو كتبت الامر كده هيدي لك الديفولت. الديفولت طبعا اللي انت عامله حسب جوده الايه بتاع دايما بيبقى تشاب مش الباب خلاص. تمام. واحد يقول لي طب الباب ده بيستخدم امتى؟ لا الباب ده ساعات بيستخدم وكتير، احنا فاكر اكتر اكتر المواقع والحاجات دي للتسهيل لانه اسرع. تشاب وقت برضه اوثنتيكيشن وليه لو حوارات مني. تمام. لكن في حاجه مهمه، انا لما الاقي كده، لو اصل بيجي يسال في الاختبارات لما الاقي كده ده معناه، السؤال يجي يسالك سؤال يقول لك ده معناه ان ايه البروتوكول اللي بيستخدم هنا؟ ال HDLC ولا البي بي بي ولا ولا ولا؟ طبعا البروتوكول اللي بيستخدم هنا البي بي بي. طيب ممكن اسالك سؤال يقول لك مثلا معنى الشبكه دي، هل ان الشبكه فيها راوترين سيسكو، راوتر سيسكو وراوتر مش سيسكو، راوتر مش عارف ايه وراوتر ايه؟ ده معناها ان في راوتر سيسكو واحد وفي راوتر غير سيسكو، او مفيش راوترين سيسكو. البي بي ده بيستخدم في حالتين كده، لكن لو في دي اتش دي ال سي يبقى خلاص لازم الاثنين يبقى سيسكو. لو انت هتعمل انكابسوليشن اتش دي ال سي ده معناها في السؤال ان الراوترين ايه؟ سيسكو. طيب يجي يسالك يقول لك بناء على كده هيتم عمليه مصادقه ولا لا؟ طبعا لو في بي 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 يبقى في عمليه مصادقه، لا اما هتستخدم باب. لكن لو اتش دي ال سي بي اتش دي ال سي يبقى مفيش عمليه مصادقه، مش هتتم عمليه مصادقه، مفيش يوزر نيم باسورد لان الاثنين سيسكو. ممكن يجي يسالك يقول لك بناء على ده فالبروتوكول المثقل اللي هيستخدم، ويذكر لك اسماء بروتوكولات اس اس ال بي بي بي، ومن ضمنها واحد من الاثنين، لا اما باب لا اما شاب. طبعا انت هتختار واحد منهم اكيد، يعني هتستخدم بي 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 وبعد تستخدم لا اما ده لا اما ده. ايه ده؟ اسئله بتيجي كده في الاختبارات والحاجات دي والكلام ده كله. تمام. وده النهارده اخر حاجه معانا بنشرح على اساسها الفرق بين البروتوكول التضمين او الانكابسوليشن اللي هو بتاع الاتش دي ال سي اللي بيستخدم راوترين سيسكو، او البي بي بي اللي بيستخدم راوتر سيسكو والتاني وحاجه تانيه، او الاثنين مش سيسكو، يعني البي بي ده بيستخدم في الحالتين.
وازاي الفرق بينهم وليه ده بيستخدم وده بيستخدم. زي ما قلنا المصادقه، عمليه مصادقه الاوثنتيكيشن يعني، والاوثنتيكيشن بتاعه نوعين، يا اما شاب يا اما باب، وايه الفرق بين شاب وفين باب دوت وامتى بيستخدم. وهنقف لحد هنا، وده هيبقى اخر طبعا زي ما قلنا شباب اخر فيديو. طبعا هنقفل الفيديو، اقفل التسجيل، اقفل الاونلاين يا شباب، هتخشوا تاني عشان خاطر التحديد الفيديو كده خلاص، ده اخر فيديو، كان اخر محاضره، هتقفله تاني بقى عشان نسجل فيديو للتحديد، التحديد اللي علينا ايه في الماده دي خلاص. فلما الجلسه تقفل خشوا تاني.